مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مستجد كوفيد 19 و48 حالة شفاء بالمملكة خلال 24 ساعة المنصرمة والحمد لله. وأوضحت رئيس مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة مكافحة الأمراض بالوزارة هند زين في تصريح بثه وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناة N24 وإذاعتها ريم راديو أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 9074 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8041 حالة بنسبة تعافي تناهز 88.6%. وأضافت السيدة الزين أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات 24 الأخيرة، ليظل عدد الوفيات مستقرا في 213 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة بنسبة قدرها 2.3%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات دائما الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية. إذا مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا. نعيد، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا مستجد و48 حالة شفاء بالمملكة والحمد لله خلال 24 ساعة الأخيرة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناة N24 وإذاعتها ريم راديو أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 9074 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8041 حالة بنسبة تعافي تنهز 88.6%. وأضافت السيدة الزين أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، ليظل عدد الوفيات مستقرا في 213 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة بنسبة 2.3%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.